منو؟ ما ادري هناك يمكن ضبطني اصور في شعري. ما احب الساروكا عادي هاللون. ما في قصه ولا شيء. طبعا انا لابسه مدفي كثر ما الجو بارد بارد. قاعد نصور احنا كذي يعني بالحوش، راح اوريكم الاجواء. طبعا رجعنا لبسنا الباروكة لان شعري في شيب ما ينفع، راح اتوهق اذا بسوي رنس كل ساعة راح يتغير اللون عندي. ما ادري ها شو ماريا كلش رايكم؟ بس اعتمدنا هذا اللوك المفروض ما ينفع شعري اذا يعني اذا تميت فيه وما لبست الباروكة ينفع اللون يمشي، لان قبل عادي يحطون حنة يصبغون ميش. بس شنو المشكلة؟ المشكلة ان الشيب يطلعون بسرعة عندي، فكل ما اصبغ واسوي رنس يغمج اللون فرح يصير. فهمتها وشلون؟ عشان كذي ما ادري، مع ان انا عندي شعري وايد رياح باروكة متعبة، بس بعد لا حول ولا قوة شو اسوي. بس ايش رايكم؟ حلوة ولا مو حلوة؟ ما تتخيلون ايش كثر برد. والله احس ان اصابعي تجمدت. برد 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 مو غشمرة. يعني لابسة مدفي ولابسة مدفي قوي، يعني المفروض انه دفاية. هذا انا ماخذتها من تركيا، وايد يعني يدفي مو ملحق. تكرموا لابسة دلاهق وهذه الخامة ثقيلة مو ملحق. برد صج صج برد. مسكينة وسوزان بعد حدها بردانة لانه صج وايد برد. فقير مدير التصوير أردني، فيقول أنا انحشت من الأردن جيت على أردن ثانية. يعني البرد اللي عندنا صاير مستواهم، اللي هم عندهم ثلوج وشي أشياء. والله يقول أنا جيت بنفس الوضع أردن ثانية من كثر ما الجو بارد عندكم. بتري يا هذا نخلتين في العلل. شكلنا نخلتين لا عفوا انت نخله انا ما ادري شنو. يا جماعه ترى احنا بهالمسلسل نقيل بعض نقوى. يعني انا ابي والله من عمل انا ما شفت معك شيماء وشيماء. والله صدق والله ومزهبين لكم شيء وايد حلو ان شاء الله. يعني شلون البخار ينن خطتي مع عريس لما المبخر شنو هذا حيب لك صج؟ انا ما دزيت لك عطوري؟ لا ولا هنودة ها؟ لا بعيدة راح جيت عادي صديق. المفروض انا اسوي فيش نفس ما تسوين بالباجين يا شباب. ليش؟ شنو جربتي عطوري؟ حبتي يبيهم وعطينا؟ افا فهد تقول حق فهد قاعد تسمع؟ ليش ما تدز لهم عطوري؟ فهد انت ماسك بوتيك الحين بعد ماسك بوتيكك ما يدز لك؟ ايه وخذ ياه بس نادي ذو حتى من الضحك. توا أول مسح أول مشهد بتصورة بدودها هنادي شفيج. بدودها ما والله مو عارفة تكلم، حاطة النكفة متوهقة ولا ودها تقول وايد كلام. طيب يقول لنا شال رحمه بحالنا شال يعني ما الأول. هنادي شفيج ما أقدر أتحجى. ليش؟ لا تقولين شفيج ما يقولون لي بصغل ما يقولون ردي بيتكم. منو يبون بدالك؟ ما ادري.
وقت البريك الحين عشان ناكل. الحين وقت غدانا. يا نار الشفق صبر على نار المودة وممنون. حلفي والله كلنا راح يغمى علينا من ريحة الفحم. يقول لنا بوفيه حركات مركات. ها ماريا ها حبيبتي. احنا قاعدين بالظلمة كهربا ضفت علينا. كلها قاعدة حاتي ان القطوة تدش علينا. كانت في قطوة هناك حقيرة كلها حاتي تدش تحت ريوقنا احنا ما ندري. والله العظيم حول الله. توني طالعة من اللوكيشن. والله يعني انا الحين راح ارد البيت. ايش راح اسوي؟ راح اجمع كل اشياء اللي تدفي. لانه والله العظيم ثلجنا من غير مبالغة. والله حس اصابعي كنا كذي عرفت قلب الثلج. لا باكر غير الوضع. والباروكة سويت لي صداع صدع. انا مو متعودة البس باروكة فتخيلوا من الصبح للحين صداع راسي بينفجر. والله كني قاعد حلطة مايد. اوكي يلا مع السلامة.